عموما نبدأ أخبارنا في هذه الحلقة بالحدث الأهم بالتأكيد والأبرز اليوم، قرعة كأس ولي العهد. ابتسمت القرعة لأندية وربما تجهمت لأندية أخرى. تقرير لمعاذ الحميدي. أقيمت اليوم قرعة بطولة كأس ولي العهد للموسم الرياضي الحالي بحضور الأستاذ أحمد عيد رئيس الاتحاد السعودي المؤقت ومندوبي الأندية المشاركة. وأشرف على إجراءات القرعة الأستاذ فهد المصيبيح رئيس لجنة المسابقات. ولم تشهد القرعة أي مفاجآت في دور 16، في حين احتمالية مواجهة الأهلي مع النصر والاتحاد مع الشباب واردة في دور 8. وشملت القرعة أيضا تحديد الملاعب التي ستقام عليها مباريات البطولة. يذكر أن مباريات دور 16 تنطلق يوم الأربعاء 19 من ديسمبر الحالي. الآن سنتابع ردة الفعل عن هذه القرعة من ممثلي الأندية بعد أن أعلنت النتائج. لا والله الكرة الحين ما تعترف صغير وكبير، لكن احنا كنا اول شيء ودنا انها بالخارج ويعني قدام احد الاندية عشان على الاقل النادي يستفيد من الدخل الجماهيري، لكن الحمد لله الاهلي برضه له جمهوره في كل مكان، في الخارج في كل مكان، وان شاء الله احنا نقول ان احنا اهم شيء تفكيرنا في البقاء، ما نفكر في كاس ولي العهد. اذا جت الحمد لله، ما جت احنا اهم شيء الفريق كاس دوري زين والبقاء، وعندنا مواجهه مهمه يوم الخميس القادم هي اهم من كاس ولي العهد. الحمد لله ماديا احنا يعني امور النادي ماشيه، والدليل احنا يمكن النادي الوحيد في دوري ركال اللي رواتب مسلمه الى اخر شهر، والان استعد لدفع المقدمات الجديده، لا يوجد متخلف اي مقدمات للاعبين والله الحمد. الدخل اكيد انه مفيد ما في شك، ولكن ما هو بالهدف الرئيس. الهدف ان احنا نكون متواجدين في هالبطوله اللي تحمل مسمى سيدنا ولي العهد، وهذا بالنسبه لنا طموح كبير. اللاعبين نلعب مع فرق دوري زين، ويعني اكيد مشتاقين الدوري زين والفرق الكبيره فيه. لا شك ان الانديه جميع الانديه اللي وصلت البطوله مستوياتها يعني ما قمت متقاربه بس ولكن قويه لحد ما، ويعني الحمد لله ان احنا ابتعدنا كاول مباراه عن اللعب مع انديه طبعا ذات بطولات او حققت بطوله يعني في السابق. طبعا احنا حضرنا اليوم الحمد لله، لعبنا يعني القرعه اوقاتنا مع اشقائنا في نادي هجر وخصوصا على ملعبنا، ف يعني الحمد لله على ان احنا طبعا ما نسافر خارج ملعبنا، والمباراه تقام بين على ارضنا وبين جماهيرنا، وطبعا هذا شيء طيب، ولكن يعني اعطي نادي هجر حقه، نادي هجر قوي ومنافس وفي مستوى الفيصلي. هي مباراه صعبه، ما اقدر اقول انها سهله، كل مباراه لها ظروفها، وخصوصا انه حنلعب مع نجران في الرياض في الدوري تقريبا في اوقات متقاربه، يعني اذا المباراه هذه الاولى في حتكون في 17 ديسمبر، ومباراه الدوري اتوقع يعني قريبه من هالتاريخ، فحتلعب معهم مباراتين في نفس الوقت. الحسابات مختلفه بالنسبه لهلال، خاصه ان اخر خمس بطولات الهلال دائما يتواجد ويحقق اللقب. هذا الامر يضع الاداره تحت ضغط بعد هالارقام الكبيره، انه هالبطوله مطالبين فيها اكثر من نادي. لا بالعكس، حتى انا تحت اصرار لتحقيقها المره السادسه باذن الله. في حال تحقيق الهلال لهذه النسخه ايضا يتملك هذه النسخه بعد ان تملك السابق. والله حنتملكها باذن الله تعالى ان شاء الله. الشباب نادي كبير، نادي الرائد نادي كبير، مباريات كاس ولي العهد خروج المغلوب لا يمكن التنبؤ فيها، ياما يعني فرق مستوياتها اقل تخرج فرق كبيره،
فرق الدوري الآن كلها متساوية، ما في فريق كبير وفريق ضعيف، لنا مواقف مع نادي الشباب وإن شاء الله نتطلع إن شاء الله إلى دور الثمانية بإذن الله. أبو عامر كيف تشوف القرعة مع الرائد؟ الرجال ما شاء الله في ذهنه مواقف مع الشباب. من حقه، وفريق الرائد فريق كبير نحترمه ونقدره ونجله دائما كحنا كإدارة الشباب، جميع الفرق نحترمها ونقدرها، نتمنى إن شاء الله أن تكون مباراة تليق بنا كشبابين وحتى كأخوان نادي الرائد اللي يقدم مباراة يستحق أنه يفوز فيها، فأهلا وسهلا. نتمنى إن شاء الله تعالى مع أخوانا وشقانا في نادي الرائد كما تعودنا نقدم مباراة تليق فينا، ومثل ما تفضل الأستاذ أنه دائما عنصر مفاجأة قد يحضر، ولكن حنا عازمين كإدارة الشباب إن شاء الله أن نظهر بهذه النتيجة بإذن الله. البيان المرسل انه المباراه البطوله حتبدا يوم الاربعاء، ذكر لي لجنه الاعلام والاحصاء زميل علي الزهراني اكد، ارسل طبعا حيرسل بالايميل ولكن ارسل لعدد من الزملاء الاعلاميين بان هناك تعديل، سوف تبدا البطوله يوم الثلاثاء وليس الاربعاء حسب ما ذكر لي، وبكره الصبح حترسل عن طريق الايميل هذا التعديل. قامت بتقديم أيام مباريات دور 16 المقبل لتكون يومي الثلاثاء والأربعاء، فقط هذا التعديل ننبه عليه. طبعا باخذ رأي ضيوفي، حنشوف سوى يعني على الشاشة نتيجة القرعة كيف جاءت، تم نقلها اليوم على الهواء مباشرة. شكرا للزملاء عبد الله الضيبي وعبد الرحمن الدحيم لتواجد لتغطية الحدث بكل تفاصيله. أبو نايف، حنشوف الآن الأسماء. هناك من يقول بأن مهمة الهلال في للوصول لدور الأربعة على الأقل ليست صعبة، على اعتبار أنه سيلعب مع نجران ثم سيلعب مع الفائز والفتح، من الفتح أو العروبة فيما لو فاز طبعا، ثم فيما لو فاز سيلعب مع الاتفاق أو الوحدة والفيصلي وهجر، على عكس المجموعات الثانية فيها الأهلي والنصر والشباب والاتحاد تبدو ربما أقوى. صحيح؟ صحيح طبعا، وضع الهلال في مجموعته جيد جدا، طريق طبعا نظريا الطريق سهل الى النهايه. صحيح، نتكلم عن الورق يعني. اي على الورق الطريق سهل الى النهايه. الهلال محقق البطوله خمس مرات متتاليه، فانا اعتقد انه في هذه البطولات حدثت له بعض الصعوبات وايضا استطاع ان يصل، وحدثت له بعض الامور السهله، وايضا يعني هو قادر على الوصول بعكس المجموعه الاخرى التي ضمت يعني اكبر اربع فرق يعني بجانب الهلال في مجموعه واحده. انا اعتقد انها في المجموعة الأخرى صعب التكهن أيهما طريقهم أسهل يعني، وإن كنت أرى أن الاتحاد والأهلي أقرب إلى الوصول إلى النهائي في بالجهة المقابلة، أقرب من النصر والشباب. أقرب من النصر والشباب صحيح. هذا فيما لو تكلمنا طبعًا عن التعاون، نتكلم على ورق على ورق طيب. ولكن تعرف أنه البطولات النفس القصير صحيح، يعني ربما فريق كبير يدخل مباراة ليس في يومه، والفريق المنافس البعيد عن الترشيحات يستطيع اقتناص هدف او ايصال المباراه لركلات الترجيح ومن ثم يعني، وهذا حدث سابقا مع الحزم مثلا مع الرائد، حدث يعني مسابقات كاس خادم الحرمين الشريفين ومسابقات كاس سمو ولي العهد مليئه بهذه المفاجات. طيب حمد، تتفق مع ان ربما تكون مسيره الهلال او طريق الهلال للوصول الى ادوار متقدمه اسهل من الانديه المنافسه على هذه البطوله مثل الاهلي والنصر والشباب والاتحاد، لأن هالأربع الأندية سوف تضطر للاصطدام مع بعضها حتى يصلون إلى دور الأربعة، فيما الهلال لديه في القائمة التي تشاهدونها الآن على اليمين نجران، الفتح، العروبة، الاتفاق، الوحدة، الفيصلي، هجر. تفضل. بالنسبة للقرعة طبعا أنا نتفق أن المسابقة ذات نفس قصير، بإمكان أي فريق يلعب معه عامل الحظ وممكن يحقق البطولة، فكل الفرق في وجهة نظري في المسابقة متنافسين. أضف إذا تكلمتم مادام بديتوا عن الهلال أن نسترجع ونشوف نتائجه في القسم الأول، أيضا هو خسر من الفتح في بداية المسابقة، مع هجر تعادل، وكان ونتيجة مع الفيصلي فوز بضربة جزاء، فهذا يعطيك ان من الصعب ان احنا الان نمارس دور الضغط الاعلامي على فريق الهلال ونقول طريقه مفروش بالورود. بالعكس، انا اعتقد ان الفرق في المسابقات ذات النفس القصير ربما تحدث مفاجآت ويكون ضحيتها واحد من الفرق الكبيره او اكثر من واحد. طيب
هذه المفاجآت ما نقدر نتكلم يا حمد عن مسألة مستوى فني حالي مثل ما قال أبو نايف بأنها ممكن تكون فيها مفاجآت وما تخضع لجاهزية الفريق الفنية، تتفق أنه ممكن يعني إحنا ما نختلف أكيد أنه الهلال مثلا ربما من أفضل الأندية مستوى خلال الفترة الماضية، هل هذا ربما لا يكون مساعدا له في تجاوز الفرق اللي أقل منه مستوى في مجموعته؟ المشكلة أخوي عادل يعتمد على الظروف، لأن المسابقة نظامها مش متواصلة، راح يلعبون دور الـ16 بيدخلون على الدوري وربما تدخل ربما مع بداية مثلا منافسات كاس آسيا، ربما تكون مباراة حساسة للهلال في الدوري يتوقف عليها أمر معين وتكون عنده مباراة في كاس ولي العهد، فالظروف ما نقدر نتكلم فيها لأنها في الغيب الآن. أضف إلى ذلك أخوي عادل أنه ممكن احنا نتكلم عن القرعة في 14 فريق في داخل دوري زين محترفين، والعروبة والقادسية لا يلعب معهم واحد من المحترفين لأنهم ما عندهم لعيبة محترفين. أيضا تحدثنا في هذا الموضوع كثيرا أن القرعة هنا تعطيك غير إنصاف، لأن في فريقين يفتقدون للاعب المحترف. طيب وش الحل؟ ما له حل هذا يعني؟ والله أنا ممكن أنا بالنسبة لوجهة نظري صحيح ما في حل، لكن ممكن الحل أنه يجب أن يفرض أو يطبق الاحتراف في فرق الدرجة الأولى. يا حمد يا الله قادرين يلا قادرين يسددون رواتبهم الحين، تبغى المحليين ويمشون أمورهم والديون، بعد تبغاهم محترفين من وين؟ ما يقدرون يا حمد. والله احنا نطرح سؤال طبعا، بس نتكلم ان القرعة في 16 فريق، فريقين ما معاهم طبعا مبدأ العدل والمساواة. طيب ابو نايف انا اقترح طبعا ردا على الاحتراف انه فعلا دوري زين فقط هم اللي يشاركون بكأس ولي العهد، وان تقام مسابقة لفرق دوري الدرجة الاولى، كأس الملك لدوري الدرجة الأولى، وحتى يكون عادل يعني سواء المميزات اللي في دوري زين تنفصل عن المميزات اللي في دوري الدرجة الأولى. ممكن ليش لا إن أنه تضع مسابقة بعد نهاية الدوري دوري الدرجة الأولى أو خلاله، طيب مسابقة واحدة على الأقل، مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للدرجة الأولى. وبعدين على المفاجآت يعني لو سألت أي رياضي عادل أي رياضي قبل بداية الدوري هذا العام تقول له هل تتوقع أن الفتح يتصدر إلى الدورة إلى الدور 12، هل تتوقع أن الفتح لحد الجولة 14 لم يهزم؟ ما حد حيتوقع. صحيح. فيعني كرة القدم خصوصا عندنا بالسعودية هناك تذبذب واضح سواء بالفرق الكبيرة أو بالفرق الصغيرة، لكن الفتح مش بالحظ، الفتح بالعمل في النهاية. ما هو حظ لكن غير توقع أي شيء. أكيد يعني صحيح، هناك إجماع يعني أنا من وجهة هذا كلام قبل بداية الدوري لو سألت أي رياضي في السعودية هل تتوقع أن الفتح يصل إلى الجولة 14 وهو متصدر؟ هو متصدر هو إلى الجولة 12 بس إلى الآن لم يهزم. يعني أنا أعتقد طيب أنه عموما أتوقع يواجهون أيضا مشكلة ملاعب. ما أعرف زميلنا عبد الرحمن الدحيم مرسل لي يقول أنه في 3 مباريات في مكة، كيف يلعبونها في يومين؟ ما أعرف، لأنه الوحدة والاتفاق وعندك الأهلي والشعلة والاتحاد والقادسية، طبعا المفترض أنها تكون على يومين المباريات يعني 4-4. ما أعرف كيف ممكن يلعبون في نفس اليوم مباراتين في مكة لأنه ما في ملعب إلا ملعب مكة، ربما تواجههم مشكلة في هذا الجانب. ما أعرف صراحة، يمكن الوحدة يلعب على ملعبه، ممكن كل شيء جائز، لكن الوحدة والاتفاق والأهلي والشعلة والاتحاد والقادسية كلهم مباريات في مكة، والمفترض أن البطولة في يومين دور 16 الثلاثاء والأربعاء. ما أعرف كيف ممكن يحلوا لها المشكلة عموما، لكن فقط ذكرني عبد الرحمن وربما أكيد حاسب. المنطقة الغربية ما فيها إلا ملعب مكة بس، ملعب مكة، ممكن في الطائف يلعبون مثلا، ممكن في الطائف. صح، لا صعبة الطائف اللي ما يعتبر ملعب، بس هم يعني الآن الاتحاد يلعب مكة. معقولة جدا ما فيها إلا مكة والملعب الاستاد الأمير عبد الله فيصل؟ إي ما فيها إلا فيها ملعب الدفاع الجوي وملعب القادة، في أشياء بس إنه ما ينفع صراحة يلعب فيها مباراة. لا أنا سؤالي طبعا يحمل ما يحمل. أنا عارف إيش تقصد، بس أنا لازم أمشي معك لأنه أنا يعني أرد لك اللعبة زي ما أعطتني إياها أرجعها لك مرة ثانية، تصرف فيها. بس أنت أعطتني باص طويل. لا تزنقني قدام الباب تقول سجل، ما أبغى أسجل أنا عموما، بخلي حمد هو اللي يسجل. حمد أخيرا إيش ممكن نقول إحنا عن هل
هالبطولة هل هي فرصة مثلا يعني ما أعرف هل هي فرصة مثلا إنه اللاعبين يكونون أو لأنه بعض الأندية تختبر بعض قواها وما تعتمد على أنها تكون يعني متقدمة في البطولة وتقول خليني أنا بس أنا أركز على الدوري؟ في أندية أكيد تدخل وهذا همها صحيح؟ لا أنا قلت لك بالنسبة للبطولة طبعا هدف للجميع طبعا لأنها زي ما ذكرت لك نفسها قصير، لكن السؤال يطرح نفسه أن البطولة مش مستمرة تدخل معها مباراة الدوري متقطعة وهذا مو من صالح المسابقة. المفروض بين الدور الأول والدور الثاني تلعب مباريات كاس بطولة كاس ولي العهد، لأن أخوي عادل مسابقات كاس ولي العهد ممكن توصل للضربات الترجيحية، وتصور بعد كاس الخليج بعض الفرق راح تشتكي من عملية الإرهاق. فبالتالي أنا أتمنى أن في السنوات القادمة أن البطولة كاس ولي العهد تكون بين الدور الأول والدور الثاني كمسابقة مستقلة تبدأ وتنتهي. طيب عموما سنذهب